صابوني معروفه في المرحله كلها. هاي بلاد صابوني هاي على اساس صار هدنه روسيا قالوا له وقف. وين التوقيف؟ لمين عم رد هذا؟ عمين عم رد؟ روسيا لا ايران لا امريكا ما حدا يحسن له طاول. خلي يجيبوا لنا رئيس من امريكا من قبله، رئيس من اسرائيل. ما ايش شو هاد؟ وين الهده؟ اوه ماتوا هون ثلاثه. وين هاي الهده؟ عمين بضرب؟ لا في جيش حر هون ولا في حدا. وين جيش الحر هون؟ بناي هاي بناي هاي وين؟ ما في حدا. روح سال الخلق كلياته. وين الهدنه على اساس وقف؟ لمين عم بضرب؟ لمين عم بقتل؟ وين جيش الحر كله على الجبهات؟ حلب فضت، ما ظل فيها حدا طاول. لمين عم بقتل؟ لخيم نقبل بشارون يجي يحكمنا نخلص. اي والله. ايش شو هي؟ اي والله. ايش بدها مننا؟ ما بقى نعرف، صرنا مؤيدين ما نا خلصانين، صرنا معارضين ما بقى نخلص. ايش بده؟ ما عم نعرف ايش بده. حسبي الله. ليش عم بقصفنا؟ مشان ايش؟ ايش بده؟ نحن نطيعه وايش بده؟ خلاص نسوي ربه الاعلى. ايش بده؟ استغفر الله العظيم. عيب بقى، ما بقى يستحي، ما بقى يعرف، ما بقى يشوف بشر. عزاز روسيا قال خلاص صار هدنه. وين رئيس روسيا؟ لا بقى رئيس روسيا، لا بقى رئيس امريكا، لا بقى حدا. وين جيش الحر اللي عم بضربه هون؟ وين طلع؟ شوف ثلاث قتله وينه؟ ضربت الدنيا. يضرب بالكيماوي بموت احسن من عبد الله. يضرب بالكيماوي بقى. عيشني على اعصابنا. اضربونا على اعصابنا. هذا قطع الطيس، هذا قطع الطيس. شو احنا عاملين؟ كلها رفاله مريال، او ما في حدا. اضربونا بالكيماوي، خلصونا. عالم نسوان وعالم خلق تشردت العالم. كل ضربه مدنيه، كل ضربه ما هو ايش بده؟ ايش بده؟ هو نفسه التمس الامر انه في مين قالوا لك المواصلات، ولكن هو روح. وفي ضربه ثانيه فوق. حمدان وينه يا شباب؟ Thank you.